السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الرز المبهر، أحلى رز مع المشاوي في العزومات. رز إن شاء الله هيشرفك بطريقة سهلة قوي قوي قوي. يلا نشوف هنعمله إزاي مع بعض. بس ما تنسيش، لو كنت أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولك مني جزيل الشكر. هنحتاج هنا معانا زي ما انتوا شايفين لعمل الرز المبهر بتاعنا، الرز البسمتي زي ما انتوا شايفين. ممكن نستغنى عنه بالرز المصري. انا بغسل الرز ده وانقعه في المية لمدة 10 دقايق بس، مش اكتر من كده. معايا هنا فص ثوم مهروس، فص واحد، ودي مرقة زي ما انتوا شايفين، مكعب مرقة. معايا هنا معلقة من الكركم، معايا بصلة صغيرة مفرومة او مبشورة كويس، معايا ربع معلقة من الفلفل الاسود على طرف المعلقة كده يعني، معايا معلقة من الكاري، ومعايا معلقة من الصلصة. اول حاجة هنعملها في الرز، هجيب الحاجة اللي هعمل فيها الرز، هحط فيها معلقة من الزيت وانزل بالبصل بتاعي. بعد ما البصلة كده دبلت معايا وريحتها طلعت، هنزل بفص الثوم بتاعي، نقلبهم كده كويس. اول ما اشم كمان ريحه الثوم انزل دلوقتي بشويه من الكركم بتاعي، هنزل المرقة بتاعتي دلوقتي كده هفتتها وهنزلها. وهروح نازلة بالرز. هقلبهم كده كويس مع بعض، احاول اغلف الرزية بتاعتي علشان لو فيها اي مية معايا، عشان انا كنت نقعها في مية زي ما قلت تنشف منها. دلوقتي كده بعد ما اتأكدت ان كل المكونات اللي عندي كده ايه اختلطت مع الرز، هروح انزل دلوقتي بمعلقة الصلصة وباقي الكركم. اقلبهم كويس. شايفين الرز بدأ ياخد لون معايا حلو ازاي؟ هقلبه لحد ما احس كل اللون بقى واحد. خلاص كده انا اتأكدت ان الرز بتاعي كده خد اللون كله، لون واحد.
دلوقتي هنزل بمعلقة الكاري اللي قلنا عليها، معلقة الفلفل الصغيرة او قلنا طرف المعلقة بس، هقلبهم كويس. خلاص كده دلوقتي هنزل بالمية بتاعتي، اهم حاجة المية تكون مية سخنة علشان الرز معايا يستوي بسرعة وكمان ما يبوشش وما يتعجنش مني. دلوقتي هنزل بالمية، هنزل كمان بالملح بتاعي، هقلبهم كويس. خلاص كده هسيبهم على النار يستوي الاول لحد كده، هخلي النار عاليه شويه لحد اول ما يبتدي يغلي، هوطي عليه واغطيه واسيبه يستوي. خلاص اهو دلوقتي الرز بتاعنا استوى، شايفينه جميل ازاي وحلو. خلاص كده وجاهز معانا على التقديم، طريقة سهلة وبسيطة وفي منتهى السهولة، هتعملي أحلى رز مبهر للعزومات. يلا بينا نقدمه. دلوقتي هنقدمه مع بعض، شايفين حلو ازاي لوحدة بالوحدة اهو، جميل. كمان كله نازل كده، مفيش ولا واحدة لازقة ولا واحدة فيها، اهو واضح قدامكم، هو بس الطبق صغير على الكمية، انا مش هحطها كلها، هسويه كده وزينه كده بأي حاجة. وده الرز بتاعنا بعد ما قدمناه وزيناه، كمان لو عندك بقدونس قطعيه كده وفرميه صغير وحطي كده منه، هيبقى شكله جميل قوي. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، ونشوف بعض في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي لايك وشير وتشتركي عندي في القناة. السلام عليكم.